ما الرد الشرعي لأسئلة الأطفال حول كيفية خلق الخلق وقولهم ما صفة الله جل وعلا ونحو ذلك؟ الأطفال يعودون على تعظيم الله سبحانه وتعالى، وإذا سألوا سؤالا فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى فإنهم يؤدبون، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. فيربى الأطفال على مهابة الله وإجلاله وخوفه، وإذا تكلموا بكلام فيه إساءة أدب في حق الله تعالى فإنه يبين لهم أن هذا لا يجوز، وأيضا يؤدبون بشيء يردعهم عن مثل هذا. نعم.